أول شيء إنه جايين نحضر فيلم قمر 14. طلع قمر 14. Thank you so much. قمر 14 جاي يحضر فيلم قمر. لا بس هالسنة عاملة مجهودك إنك تطلعي كل لوك أحلى من التاني. مرسي، ربنا يخليك يا صبحي، أنت جميل ودايما يعني بذوقك ورقتك بتخجلني. يعني شفتي أنا بتقريري شو قلت؟ لا استني، قلت رانيا يوسف هالسنه خففت، شالت عنا الحمل سمية الخشاب شوي، هسرتي الاجر. احنا زمان ولازم مساعده، بس رانيا زي القمر، وكل البنات طالعين حلوين ما شاء الله، زمايلي كلهم زي القمر وتعبانين مجهود يا جماعه والله، عشان نختار فستان حلو وعشان يخلص الفستان وتعمل بروفا ما يظبطش وبروفا ثانيه، وهتلبسوا ايه اكسسوري وهتلبسوا ايه جولري وكيف الشعر، ومن الساعه 2 انا صحيح عشان اجي على الريد كارب تلحق، يعني صعب صعب. مين صاحبه من معكاست الفيلم اللي جاي تحضري اكثر شيء؟ مين اصحاب؟ هما كلهم صحابي، وانا حابه المجموعه وحاسه ان الفيلم هيعمل رد فعل حلو قوي، عشان كده انا جيت اتفرج عليه. شي نهار ما يكون فيلمك انت وبطول حبيبي ان شاء الله باذن الله، اللي جاي اقوى باذن الله. حبيبي يلا، ميرسي، بحبكم، تريندينج باي. واحنا كمان بنحبك يا سمية.